خلال الساعات الأخيرة نشر الفنان محمد الشرنوبي فيديو على إنستغرام بيدعم فيه الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها الأخيرة مع شركة روتانا وحذف أغانيها من على منصة يوتيوب، وأكد إنه حاسس بيها لأنه بيعاني من نفس الأزمة بسبب حذف أغانيه لمدة 5 سنوات، بالرغم إن القضاء أصدر أحكام لصالحه بإنهاء التعاقد مع شركة إنتاج سارة الطباخ، لكن ما زالت الأزمة مستمرة بسبب استغلال الشركة لثغرات يوتيوب لحذف الأغاني الخاصة بيه، لكنه أكد إنه مش هيستسلم وبيستعد لطرح أغنية جديدة. وأنا كده كده مكمل وهنزل أغنية يوم الأربعاء وإن شاء الله تعجبكم، ومش هسكت عن حقي ومش هسيب حد يتعدى على حقي ويتعدى على حقي إن أنا أغني وأبقى معاكم دايما وأبقى بسمعكم المزيكا اللي أنا بعملها. زي شيرين اللي مش هتستسلم حتى لو وصل الأمر لسجن النساء زي ما قالت في مداخلة تلفزيونية مع عمرو أديب. ودعم الشرنوبي ظهر بعد ما تفاجئ جمهور شيرين بحذف أغنية عسل حياتي من قناتها على اليوتيوب بعد طرحها بساعات قليلة، بالرغم إنها حققت نجاح وانتشار واسع، لكن ده ما منعش حذفها، ودي خامس أغنية يتم حذفها لشيرين من أعمالها الجديدة، لكن شيرين بتنشر أغانيها على حساباتها الجديدة على السوشيال ميديا، وبعض الأغاني اللي بتتحذف بيرجع ينشرها صنعها زي أغنية مازال على البال اللي نشرها المؤلف تامر حسين بعد حذفها من يوتيوب على حسابه الشخصي على الفيسبوك.